أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض ميكر، ومعاكم محمد مميه. بعتذر لكم جدا عن الحلقة اللي فاتت، كانت في بعض الأعطال الفنية كانت خارجة عن إرادتي، فإن شاء الله نحاول أعيد بعض الأمور أو بعض اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت عن المطاعم. أنا كنت اتكلمت في الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن وزارة السياحة، وكنت يعني برجو إن هي تحط اشتراطات على التراخيص واستخراج التراخيص والحاجات الخاصة بالسياحة لمطابقتها للطرازات المصرية اللي مرت بيها مصر. قبل ما ادخل في موضوع مطاعم ده، لازم اعيد وبعيد كل مرة، لازم مصمم داخلي، مش مجرد تشطيب فقط لا غير. لازم ديزاينر يكون فاهم مطاعم، يعني مطاعم الموضوع ده كبير جدا مش صغير، لانه زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت وبعيد برضو، هي سكيل صغير من الفنادق والمستشفيات، فيها تفريعات وفيها تفاصيل ومؤثرة جدا 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 على المبيعات بشكل مباشر، فأي خطأ فيها هيكون مؤثر بسلب جدا على المبيعات وخسارة أو نجاح المشروع. كلامنا هينقسم لحاجتين، ان كنت شيف او كنت مستثمر عادي. ان كنت شيف انت عارف هتعمل ايه، وده هيبقى سهل عليك جدا جدا، هتقدر تتفاهم مع ديزاينر بشكل مبسط، وتقدر تتواصل وتوصل اللي انت عايزه بسهوله. ليه؟ لانك انت عارف نوعيه الاكل، وعارف مين نوعية الشريحة اللي داخلة، وفهم كل ده، فده هيبقى سهل عليك تقدر تقوله للديزاينر، فالديزاينر هيبدأ يترجم الكلام دوت لتصميم ملائم وتصميم كويس. أما إن كنت مستثمر فده هيفرق كتير جدا معاك، الكلام ده هيفرق معاك كتير جدا. طيب، أول سؤال اللي دايما بنسأله في كل بروجكت حد هيقوم بيه، انت عايز مين هيدخل؟ انت هتقدم ايه؟ وعايز مين يدخل لك المكان؟ وعايز توصل رسالة ايه للي داخل؟ فلطالما انت بتقدم سي اكل عربي، وجهة نظري لازم تعمل له جو عربي. لو هتقدم نوعات اكل غربية، فهتبدأ تهتم ب تصميم المكان على نفس التراث، لنوعية الأكل هي يعني ليهم علاقة ببعض. وعايز أشرح حاجة ونوع عنها مهمة، ألا وهي إن مش اللي نازل يأكل في مطعم هو مش بوازع الجوع أو هو جعان فأنا داخل أكل في مطعم والكلام ده، هو بيدور على مكان لطيف يقضي فيه بعض الوقت وياكل حاجة مذاقها كويس. فأول حاجة بتلفت النظر وبتلفت انتباه الجست بتاعك هو ديكور، فلطالما التصميم جذبه وخلاه مرتاح بشكل مبدئي، هو هيبقى بالعربي كده هيبقى زبونك، خلاص انت كده جبت رجله، يعني خلينا نتكلم بقى بالبلدي كده، وهتبقى سهل عليك. لطالما انت عملت له مكان جميل، مكان كويس مريح، هو هيجي وهيحب المكان وهيقضي فيه الوقت وهيقررها، يعني هيقررها، مش مجرد انه جه اكل لقمه وراح ماشي خالص، ده هيبقى زبونك بقى، ربيت زبون زي ما بيقولوها يعني. تمام. طيب،
المطاعم دي انواع كتيره. انواع كتيره، انواع كتيره جدا، من سواء داخل مصر او خارجها. احنا هنركز قوي على انواع المطاعم اللي موجوده جوه مصر، طبعا احنا مش هنتكلم عن خارج مصر لانها مش هتفيدنا قوي يعني. ولو كلمنا عن او حد عايز يعمل حاجه من المطاعم المشهوره خارج مصر، هتبقى قابله للنجاح 50% وقابله للفشل 50%، وما اظنش ان حد يكلف ملايين عشان يبقى نسبه النجاح 50%، ما اظنش يعني. طيب، هل المطاعم انواعها بتحدد من الاكل؟ ده اكيد انواع المطاعم بتحدد من الاكل. انا هقدم اكل شكله ايه، فبالتالي هو هيبقى المطعم بتاعي نفس الشكل. ده مش اختيارات او اسس للتصميم اتحطت فكل مش عليها، لا، هو في سلاسل من المطاعم اتخذت ثيم معين وابتدت العمليه تتحرك واحده واحده لحد ما وصلت ان ده بقى الثيم بتاع الفاست فود مثلا، او ده للتبقى المينيو، فده خد الثيم بتاعه وده خد الثيم بتاعه. طيب، هو انواع، انواع اللي موجود في مصر كام نوع؟ تقريبا أربعة. ده المشهور قوي عندنا في مصر، هو أربعة. أولهم طبعا ومعروفة كلنا عارفينها هي الفاست فود. طيب، بيلعب على إيه الفاست فود ده؟ طب نكمل أنواع بسرعة كده وبعدين نمسك نوعية نوعية. بعد كده النوعية اسمها الفاميلي ستايل، ده بيبقى بيتي شوية زي ما بيقولوها، بيتي شوية، فكل بلد بتبقى بتقدم اكلها بشكل بيتي قوي، وبتبقى ده النوعيه بتاعتها. نظام القايمه ده بيبقى ريتش قوي وحاجه هايليست جدا، وبتبقى يعني بتبقى كلاسيكيه اغلب الطراز بتاعها، وبتستهدف ناس الاكلاس واكلاس بلس وشريحه رجال اعمال والناس دي، ودي بتبقى غالبيتها هنا جوه داخل مصر بتبقى جوه الفنادق والاوتيلات، ما بتبقاش يعني ده غالبيتها، لكن في بره برضو احنا مش هنقول اسامي عشان مش هنتكلم عن اسامي يعني. تمام. طبعا رابع حاجه هي الكافيهات، ودي انتشرت بشكل قوي جدا وبقت بقوة داخل مصر من حوالي من 15 ل 20 سنة، ودي غير القهاوي المصرية المعروفة، دي حاجة ودي حاجة. كافيهات الكافيهات بتقدم بعض الأطعمة، القهاوي بتبقى مشروبات ساخنة فقط لا غير، مش ساخنة آسف، بيبقى ساخن يعني مشروبات فقط، لكن هي بتبقى ساخنة وباردة وعصاير حسب القهوه المصريه. طيب، خلينا نتكلم عن الكافيهات المعروفه. الكافيهات المعروفه بتركز قوي على انك تخش المكان تقضي بعض الوقت بشكل تركيز، هتعمل حاجه معينه، هتشرب، هتمشي، هتقرا حاجه وتاخد وقتك في بريك من العمل وتمشي. وده برضه هنتكلم عليه بشكل تفصيلي دلوقتي واحنا بناخد المطاعم واحده واحده. هنبدا بالفاست فود. الفاست فود يا جماعه الاكلات السريعه المعروفه عندنا، وبقت سلاسل ضخمه جدا بتساوي مليارات الدولارات. هي في منها اساسها اوروبي وفي منها اساسها امريكي، وده الاشهر جوه مصر اللي هو اساسها امريكي. طيب، هو طبعا بيبقى اكل سريع نمطه اسرع، برضو زي ما قلت كده في زي الكافيهات كده، بيبقى يا دوب على قد انك تاكل في وسط البريك بتاع العمل بتاعك
بيستهدف الأطفال والشباب أكتر، ده شريحتهم الأقوى بالنسبة لهم. طبعا بيستخدموا ثيم معين وبيجددوا منه وبيغيروا وبيعملوا دراسات، يعني هم مش مجرد ان هم بيعملوا مطعم والناس تخش تاكل والكلام ده ويستمروا عليه وبس، لا هو بيعمل كمان دراسات ويبدا يغير ويعمل مثلا زي تيستنج كده في بعض الاماكن على الوان معينه وهكذا، ويبدا يتحرك في الاطار ده، ينجح فيها يفشل فيها يبدا يغير ويبدل وهكذا. طيب ده ستايله بيبقى ثابت على المودرن. بعض الناس هتقول لي ان لا في بعض الدول العربيه بقت تغير وتحط بعض الطابع العربي فيها وتغير منه، ولكن هي متمسكه بانها تكون مودرن، هتدي بعض اللمسات العربيه عشان الجو الدفء اللي موجود جوه الدول العربيه يعني، وبيتحسك ان انت يعني مش ما خرجتش بره الدوله وكده، بس برضو اللسق بتاعتها الاضاءه الالوان الصور الارضيات كل ده مودرن صرف ما فيهوش كلام. تمام. الوانه ايه؟ الوانه بتبقى ساخنه جدا، لازم تبقى واضحه ان نظام المطاعم دي بتركز قوي انك تاكل بشراهه وتمشي بسرعه، ده تركيزه الاعلى والاكتر. فيحط لك ايه؟ هيحط لك اي حاجه تديك تحمسك وتعلي غريزه الاكل عندك لدرجه الشراهه، يعني انت ممكن تاكل وجبه وتخش في الثانيه وهكذا. وفي برضو دراسات بتقول انك ان الالوان هم اللي عاملينها، يعني هم دراسات خاصه بيهم هم، ان الالوان اللي بيستخدموها والصور اللي بيستخدموها هي بالفعل بتخليهم او بتخلي العميل بياكل بدل المره اتنين، يعني بتخليه بدل ياكل مره اتنين. وكمان بيحصل منها بعض المشاكل المرضيه بسبب الشراهة وبسبب النوعية من نوع الأكل ده، مش موضوعنا، ولكن موضوعنا إن هو بيستخدم ألوان حارة جدا زي الأحمر والأورنج والأصفر، بيبقى موجود بقوة في المكان وبيبقى ظاهر جدا. إضاءته بيبقى متوهجة بشكل قوي جدا، ما بتبقاش إضاءة خافتة أو هادية أو الكلام ده، بتبقى إضاءة متوهجة ومباشرة متسلطة بشكل واضح جدا في الثيم بتاعه جوه المطاعم والسلاسل بتاعته. هي مش سلسله واحده على فكره، هي كذا سلسله، واحنا عارفين الكلام ده كويس قوي، هي مش سلسله، دي اكتر من 10 سلاسل موجوده حوالين العالم كله. طيب اللسقف بتاعته زي ما قلنا ان هي بتبقى اسقف مودرن، بتبقى على مستوى واحد فلات مستويين، الكلام ده ما بيبقاش اكتر من كده، وما بيلعبش قوي في اللسقف عشان ما يشدكش ليها، هو عايز مهمه واحده زي ما قلناها وهو ده اللي مركز عليه قوي ومش عايز غيره، وهو ناجح في كده، هو قدر ينجح ان يخلي الناس تحبه، وبدا يعمل تاثيرات زي كيدز اريا، يعني اماكن الاطفال لعب فيها وبعض المسابقات والحاجات الخاصة بالشباب وصور كلها شباب بتاكل أطعمة من نوعيات اللي بيقدموها، ويبدأ يحرك الكلام ده جوه المكان وانت موجود جوه المكان. الأرضيات بتبقى أرضيات، طبعا أرضيات مطاعم، هو بيبقى عايز يعمل على حاجتين أو بيلعب على حاجتين، بيلعب على إن الأرضيات لازم تكون بتتحمل التعقيمات والغسيل والنظافه والكلام ده، وفي نفس الوقت ما تزحلقش حد وما يقعش والكلام ده، وبرده في نفس الوقت لازم يلعب على نمط الالوان اللي في نفس الاتجاه. هو بكل صراحه وبكل اختصار بيحاول يخدم كل الايتمز الموجوده جوه المكان، انك تاكل اكل كتير قوي وبسرعه قوي وتمشي قوي.
وفي نفس الوقت بيحاول يجذب الأطفال والشباب إن هم ييجوا بس مش يقعدوا. فهم ييجوا يعني ييجوا، آه الأكل جميل، الأكل سبايسي، الأكل فيه كذا وفي كذا، احنا مش هنقول بقى التفصيلات بتاعتهم، لكن هو الأكل جميل وكويس ونخش نلعب وبناخد جوائز وبناخد كوبونات وبنعمل نعمل ونقعد نص ساعة كتير مثلا، ساعة إلا ربع بيكونوا عاملين فطورة كويسة ونمشي معايا. فده هدفهم قوي بعكس الايه الانواع التانية. احنا زي ما قلنا الارضيات ممكن نعملها بشكل عشوائي، ان هي بلاطتين ثلاثة بشكل عشوائي او بشكل منظم، يعني ممكن يعمل ثلاث بلاطات وينوعهم في المكان على نفس الالوان ويبدأ يغير منها ولكن بتبقى برضو شكل ثابت ما بين ده وده، يعني ما بيحاولش ان هو يغير مثلا للرخام او يعمل اشكال فيها منحنيات او الكلام ده. الفرنتشر بتاعها بيبقى خاص قوي يعني غير مريح برضو عشان تمشي تاكل وتمشي، فالكرسي بتاعه مش بيبقى غالبيته مش بيبقى مفروش لا ظهر ولا قعده، بيبقى خشب او معدن او بيبقى منه بيبدا يغير، بيبقى القعده برضو مش مريحه بس بتبقى مبطنه ولكن غير مريحه لفتره طويله. يعني هو ممكن تبقى تقعد ترتاح اوكي بس مش هتقعد كتير ترتاح، فانت هتقعد وقتك وتبدا تتحرك سريعا. كمان الالوان الموجوده صاخبه جدا فمش هتريحك. طيب الفتحات او الشبابيك بتاعته بتبقى شكلها ازاي؟ طبعا هم ما لهمش شبابيك، هم بيبقى كلها واجهه مكشوفه وبدون ستاير، كمان بتبقى مكشوفه وده الاغلب بيبقى ستاير متحركه على الطراز المودرن، بتبقى عشان الشمس ولا حاجه فبتنزل وبتطلع تاني، ولكن مش ستاير بمعنى كلمه ستاير زي ما هنتكلم عن الستاير في الانظمه التانيه او الانواع التانيه. طيب هو في برضو بحاول دايما اركز على الحاجات اللي جوه بلدنا. يعني ايه؟ هما كل البلاد بتبقى عندهم اشتراطات بتحطها، اما انك انت تعمل مثلا في الفود كورت ما تعملش في اي مكان، ما بدكش ترخيص في اي مكان، تحافظ على الطابع المعماري الموجود داخل المكان بالكامل لو كنت في باريس مثلا او في لندن او، فبتبقى بيلزمك بعض الالزامات ان انت ما تتحركش غير في الطراز المعماري، الطراز المعماري العام للمكان. فالواجهات بتاعتك ما تتحركش خارج الـ 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 المشروط عليك. فبتمنى ان احنا نعمل نفس القصه دي، ما نخرجش. انت في وسط البلد امشي على النمط، نفس النمط. هي وسط البلد خديويه عندنا جميله، وكانت يعني مع العلم ان اللي عملها اللي اسسها وخطط لها مهندس فرنساوي، وكانت فرنسا كنا بنتسابق مع الدول الاوروبيه ومنها فرنسا في جمال القاهره. فيا ريت ما نتحركش براها، يعني ما نعملش واجهات ونكسر ونعمل عشان نعمل واجهه مودرن او الترا مودرن عشان خاطر الكلام ده. فارجو ان احنا لما نروح مكان او ما يعني نعمل اي مشروع في اي مكان، التزم بالواجهات بتاعتك، التزم بالواجهات الموجوده داخل الطراز العام للمنطقه اللي انت بتشتغل فيها. زي ما قلنا في انواع تانية كتيره موجوده جوه جوه النوعيه دي من المطاعم، ولكن احنا مش هنتكلم عنها، بس نوع عنها زي الاوبن بوفيه. ده نوعيه معينه بتبقى موجوده خارج مصر، بتخش تختار من نوعيه اكل معينه، بتخدم نفسك، بتخش تاكل اللي نفسك فيه او من المعروض، وبتبدا تحاسب على اللي انت اخدته. هي موجوده بسيط او قليل قوي في بعض الاوتيلات الموجوده في شرم وموجوده في الغردقه، ومش منتشرة قوي في مطاعم منفصلة، لكن جوه
الاوتيلات والفنادق موجوده، مش عارف هي ممكن تنجح او ما تنجحش لو عملناها منفصله، دي مش ما اقدرش اجزم فيها. ندخل في الفاميلي ستايل، ده بقى اللي ممكن ياخد منا شويه وقت، بس عشان الوقت بيسرقنا جدا يا رب الحق اخلص الحلقه ان شاء الله على خير. الفاميلي ستايل معروف ان هو اكل بيتي، بتحس انك في بيتك. ده في مصر بس؟ لا، ده في العالم كله. يعني فرنسا بتعمل نفس النوعية، بتنزل تاكل اكل فرنسي اصيل. اوروبا بعض الدول الاخرى بتعمل نفس، في اليابان في الصين بتبقى في نوعية معينة بتنزل تاكل اكل بلدك موجود فيه. طيب هنا ظهرت في مصر مؤخرا اللي هي اللي بيقدموا بقى ملوخية، محاشي، بط، وز، الكلام ده. مش هما لو رحت مطعم صيني حتى في القاهرة في مصر كلها من بره كده بتبقى عارف ان انت داخل مطعم صيني، بتخش تقعد قعدة صيني، بتاكل اكل صيني، حتى اليونيفورم بتاع السيرفيس اللي بيجي يخدم عليك بيبقوا برضو، يعني هم مش لابسين في بلدهم نفس اللبس ده على فكرة. يعني حتى لو رحت الصين ما بيبقوا لابسين زينا كده، مظبوط؟ بس بيظهروا لك الطابع ده. طيب احنا بنقدم اكل مصري في المطاعم دي، مش من باب اولى ان انت تروح عامل القصه دي وتظهرها قوي؟ ان شاء الله هاجي دلوقتي وهقول لك افكار حلوه ممكن تعملها، وصدقني هتعلي من المبيعات، هتغير من الشكل، هتحسس العميل بتاعك انه عايز يجي تاني لانه بيحس بدفء بلده، حتى لو هو سائح بيجي من مكان عايز يجي تاني وتالت ورابع، لان هو ده اللي انا عايزه، انا جاي هنا عشان ده، انا جاي هنا عشان مصر. فعشان ما نخرجش بره الموضوع كتير ونتوه والحلقه الوقت ياخدنا، فده موجود في كل بلد، احنا بنعمله عندنا. طب نعمله على 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 على, على التراث بتاعنا. طيب هنا الموجود دلوقتي ايه؟ يعني هو اللي موجود حاليا دلوقتي ايه؟ على فكره يا جماعه في بعض المطاعم ومنها واحد في مطعم مش هقدر اقول اسمه طبعا في الدقي، معمول على غايه الجمال. اسف الزمالك، في غايه الجمال. تخش تحس ان انت فعلا في عصور الامويه، يعني اكل ومكان واضاءه كلها عربي. طيب ايه الموجود دلوقتي ايه؟ للاسف الموجود دلوقتي ملخبط شويه. ازاي؟ دلوقتي الموجود هتلاقي ارضيه رخام، بيروح عامل لك ارضيه رخام. اوكي، هما برضو الرخام ده، ما هو ده من الكلاسيكي، اوكي مفيش مشكله. طيب ارضيه رخام تركي او لبناني، بيحط تابلوهات اللي هي الووتر جيت، تقطيع ووتر جيت، وبتبقى اشكال برضو منحنيات عربي اسلامي قبطي، ما فيش مشكلة. أنا ده ما فيهوش أي انتقاد. اللسقف للأسف بيبقى بيخش على المودرن، ما بيحاولش يحط حتى بالبلدي كده الفورم، الكرنيش، تظهر لي حتى بعض الإسلامي أو أي حاجة، ما فيش. روح عامل سقف مودرن وبينزل منه بعض الدلايات، ممكن بيحاول يبدا بقى الدلايات دي ياخدها بالطابع العربي او الكلام ده. ده اللي موجود حاليا يا جماعه. بيروح بقى ايه، يحاول يروح مدخل بارتيشنات مثلا، ويروح عاملها مقطعها اللي هي السي ان سي، مفرغها عربي واسلامي. الحوايط طبعا بيروح يحاول يحط فيها بوستر او اتنين او تلاته اشكال عربي او الكلام ده. ولكن بيبقى اغلبها بتبقى نقاش عاديه، وبتبقى اوف وايت عشان يفتح المكان طبعا، او بعض الاخشاب يبدا يحط فيها الاخشاب، ولكن بيروح حاطط سجاد عربي شويه في انواع النقوشات العربيه. الكراسي بتاعته بتبقى مفرغه برضه عربي، ولكن هو مش عربي عربي، يعني مش واخد، يعني مش اربيسك مثلا او كده، لا لا خالص. بيروح عامل لك
برضه مفرغ كده سي ان سي والكلام ده. طيب التابلوهات بقى بيروح جاي لاعب فيها ويروح عامل لك بعض يعني يفنن لك بقى جواها ويشتغل على رسومات وصور عربيه وحد بقى اللي هو السائي اللي هو يقدم مشروب العسوس المشهور بيه العرب زمان والكلام ده. ده اللي موجود اغلبه دلوقتي، مش كله زي ما قلت وذكرت منه مطعم. الحاجه تحزن عشان يبقى في بلدنا ومش عارفين نطلع ونظهر طبع بلدنا، مع ان لو عملناه انا متاكد انه هينجح، متاكد، لان اللي في الزمالك ده ناجح وبيحبوه وبيحبوا يقعدوا فيه عشان خاطر فعلا حاسس انك انت كانك في الحسين يعني، فاهمني؟ طيب النظام اللي او النوعيه الثالثه من المطاعم اللي هو النظام القايمه التيبيكال مينيو، ده بقى مطاعم بتبقى اغلبها بتستهدف الناس الريتش قوي. هنا في مصر بتبقى اغلبها غربيه، ولكن في اكلات مصريه يعني، هو بتعرف تختار اكلات مصريه ولكن اغلبها بيقدم اكلات غربيه، وبتبقى موجوده طبعا برضو اغلبها بتبقى جوه الفنادق والاوتيلات، مش بتبقى موجوده بره قوي، ولكن في منها بره. ممكن بقى ساعتها يعملها، هو لازم يبقى كلاسيكي، فبعضهم بالذات اللي موجوده في الغردقه او شرم بيختار شويه عربي بس مش عربي على طول، برضو بيمزج ما بينهم وبين المودرن، وبيبقى في بعض يعني ما بيبقاش نمط معين واحد وظاهر، فما تبقاش عارف انت قاعد في مطعم يعني مصري ولا مطعم غربي. طيب هي هنتكلم عنه خواصه ايه. هو زي ما قلت ريتش قوي، فخم جدا، بيستخدم رجال الاعمال، بينزلوا مثلا يتعشوا بالليل في مكان راقي كده وشيك، وياكلوا اكل جميل وبيقضوا بعض الوقت الجميل فيه. فطبعا لازم نقدم لهم نوعية أكل ومكان يليق بيهم، وإلا مش هيكرر الزيارة تاني. بص بقى، الأرضيات بتاعته تقريبا بتبقى مفروشة بالكامل من أغلى أنواع وأرقى أنواع الموكات، الأغطية الترابيزات ما بتبقاش كده وخلاص، بتبقى كلها عليها اغطيه وبتبقى من القطيفه الفخمه جدا، نفس نوعيه الستاير اللي بتبقى طبقتين وبتبقى معموله بشكل كلاسيكي راقي جدا وجميل قوي ومريح قوي. طبعا الحوائط بتاعتها بتبقى يا اما تجاليد خشبيه كلاسيكيه، او بتبقى في منها بيعمل تجاليد المودرن دلوقتي، ولكن يعني برضو زي ما بنقولها كده بالبلدي شغال يعني ماشي الحال مفيش مشكله. طبعا يا اما بتبقى تجاليد خشبيه كلاسيكيه او وول بيبر من اغلى الانواع، وبتبقى رسومات كلاسيكيه راقيه جدا وما فيهاش دوشه، رسمه متكرره بشكل معين وبتبقى في قمه الشياكه والجمال. طبعا بيضيف ليها شمعدانات عشان يعلي من الفاليو بتاع المكان، فبيحط لك بعض في بعض السلاسل العالميه بتوصل انها تبقى ذهب وكريستالات من اغلى انواع الكريستالات. نجف مفيش كلام، الاطباق بتبقى صيني
وخزف اغلى انواع في العالم. طب انا عمال اقول اغلى وافخم، لان حتى نوعيه، يعني انا هتكلم عن بعض السلاسل الموجوده عالميا بتقدم اطباق نادره بيصل من 10 ل 15 ألف دولار. طبعا ده رقم، بس هو رقم موجود، لو عملت سيرش هتعرف ان فعلا في بعض الاطباق بتصل لاكتر من كده. من المواصفات دي بنفهم ايه؟ المواصفات دي بنفهم ان هو بيستهدف شريحة اولى في العالم من رجال الاعمال. فواحد زي ده لما هينزل يعمل مثلا عشان اعمل ليه يكلفه فوق المليون، ما هو بيعمل ديلز يعني بارقام. فلما هيقعد في المكان او هيعزم البارنر بتوع يعني الشركاء او الناس اللي بيعملوا معاهم ديلز، هيعزمهم فين؟ ما لازم يكون مع مكان ريتش قوي. طيب احنا كده قلنا عن المطاعم اللي موجودة حاليا داخل مصر وشرحناها. معلش انا مش، هو منها الكافيهات، منها، بس انا مش بسميها منها الكافيهات يا جماعة، من انواع المطاعم، بس نتكلم عنها بشكل مبسط. حاليا تلاقي الكافيه مطعم، مشروبات، كل حاجة. هو اللي موجود في مصر تقريبا بينقسم لقسمين برضو اتفرض علينا، مش اصولا يعني، هو مش تصميمات متأصلة ان هي نوعين فاحنا بنعملها يا اما كده يا اما كده، لا هي اتقسمت لكده واقعيا. اما اللي هي السلاسل المعروفة عالميا وانها بتاخد الوان واضاءات واسلوب معين في التصميم بتاعها، بحيث ان انت زي الفاست فود كده بتاخد وقتك اللي انت عايزه بالظبط، وبتاخد مشروبك اللي بيزود تركيزك، وبتاخد وقتك اللي هتركز فيه هتعمل تاسك معين وبتمشي على طول، مش تقعد وتاكل وتشرب وتعزم وتعزم والكلام ده. لا انت دلوقتي نازل مثلا يعني في العمل ونازل مثلا بريك، فعايز تشرب حاجه، المشروب بتاعك المخصوص بتاعك، فبتنزل تاخده سريعا، بتعمل مكالمه فيها تركيز، بتعمل بتقرا حاجه، بتراجع حاجه، بتذاكر حاجه، قاعد بتتفاهم على حسابات مع ناس معاك، بتتفقوا على عقد كده. دي نوعيه من الكافيهات العالميه بتديك القدره وبتهيئ لك مكان ومشروب واضاءه وميوزك وكل ده، ان انت تركز بتعمل حاجة معينة وتمشي. زي بالظبط ما قلت النوعيات المطاعم اللي هي الفاست فود. في نوعية تانية اللي هي بقى ايه، نقدر نقول عليها بتاعت الانتخة، يعني بتخش تاكل وتشرب وتعزم وتعزم وتقعد من اول الساعة 8 لحد الساعة 12 تروح عشان الشغل. دي نوعية تانية معروفة وبتتفتح في مصر بشكل وناجحه قوي، ناجحه جدا، موجود منها كتير في التجمع، موجود منها كتير في رحاب ومدينتي، موجود منها كتير. ده بيبقى بيتنوع. احنا قلنا النوعيه التانيه زي الفاست فود فبتبقى مودرن قوي وليها سيم معين وليها الوان معينه بتساعدك على التركيز، فكلها مودرن واضاءات مودرن وكله مودرن، ويبقى في اضاءات مسلطه قوي على زي كده ما احنا قاعدين كده والكلام باين وظاهر، فبتبقى الاضاءات متسلطه بشكل معين جايه من دلايات، وبتبقى برضو اضاءتها هاديه ومش صاخبه برضو. لو انت قعدت كتير قوي يعني ما تخليكش تستمر، يعني انت ما ينفعش تقعد مثلا تخلص فصلين من كتاب مثلا وانت قاعد في المكان دوت، ما اظنش، الا اللي ده قدر يأقلم نفسه على المكان، لان الاضاءه مش اول درجه انك تخليك، لا انت تركز في وقت معين وتبدا
تمشي، مش هتقعد، مش هتكمل. اما النوعيه الثانيه زي ما قلت دي بتاعت الانتخه دي، انك تقعد تاكل وتشرب والكلام ده، ده بيبقى على كذا طراز، ممكن تعمله على كذا طراز، دي ما فيهاش مشكله. ده اللي عليها الكلام برضو، زيها زي الفاميلي ستايل من نوعيه المطاعم الموجوده في مصر. طب ما انت ممكن تعمله على نفس الستايلات برضو، يعني تقدر تعمله على نفس الستايلات اللي مرت بيها مصر، فليه ما نعملهاش؟ وفكره هي معموله بس مش منتشره، طب حاول تركز عليها، بلاش المودرن قوي في الكلام ده، ما هو اصلا السلاسل الثانيه هي خلاص خدت السين بتاعها كده. انت غير دايما بقى وخليك في المصري اكتر. نطلع فاصل ونرجع بقى للنصايح المهمه، وركزوا معايا. القاكم بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني وارت ميكر. هنلحق وقتنا كده سريعا، هقول لكم على شويه افكار وملاحظات ان شاء الله تكون مفيده بالنسبه لكم عشان الوقت ضيق. دلوقتي احنا خلاص متفقين ان احنا هنبدا نفكر ان احنا نعمل حاجه ماشيه مع الطرازات اللي خرج اللي مرت بيها مصر، بحيث انها تكون نحافظ على طابع بلدنا ونحافظ على هويه بلدنا ونزود من السياحه، وهتبقى مفيده للجميع. تمام، خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنفكر نعمل الكلام ده. طيب لو هو فكرنا وهنطبق ازاي؟ بص، لو احنا عملنا مثلا مطعم على الطراز العربي او كافيه على الطراز العربي، هنعمل ايه؟ مثلا القهوه تتعمل على سبرتايه مثلا، الكاست اللي موجود يلبس مثلا زي طرابيش او حاجات عربيه ولبس عربي، الكراسي والانتريهات تبقى عربي وفيها اربيسكو وفيها الخزف ومطعم كده بالعاج، ترابيزات سداسيه وبرضه مطعمه بالعاج، سداسيه او ثمانيه اللي هي اللي 8 اضلاع او السداسيه، وتبقى برضه عليها بنفس النقوش ونفس التطعيم مثلا. يعني نحط الخزانه اللي زي الصناديق، زي صناديق الكنوز والحاجات دي، وتبقى برضو بنفس النقوش. شمعدانات نحط على كل ترابيزه او في اماكن معينه ونبدا نختارها، تبقى شمعدانات عربي وأباليك عربي. اضاءات جايه من مدى الدلايات، تبقى مشكاه عامله المشكاه اللي موجوده جوه الجامع الازهر والمساجد دي. ارضيات مثلا نروح حاملينها حاجه جديده، اي نعم هي بتبقى صعبه في الغسيل وبتبقى، بس ممكن نعملها بالايبوكسيات ونعالجها بالايبوكسي، وتبقى حجر، نعملها حجر وكذا قلاع كده، نخش اي قلاع او تبقى ارضياتها ايه؟ ما حجر. والكليم بقى نبدا نوزع الكليم بشكل معين على الترابيزات، ويبقى المكان واسع وحلو عربي، صدقني هينجح. مش ولو اتعملت سلاسل موجوده جوه مصر هتنجح. الستايل ده مطلوب قوي، ما هم اصلا جايين من بره عشان خاطر يشوفوا الكلام ده وبيزوروها كمزارات سياحيه. انت لو عملت لهم بقى يقعدوا وياكلوا ويشربوا ويشوفوا الكلام ده ويحسوه، واكيد هينجح يعني بنسبه كبيره جدا. البارتيشنات اللي هي بتقسم ما بين مثلا ترابيزه وترابيزه او اريا واريا او الكلام ده، بتبقى أربسك. استخدام الكوبايات او الحاجات بتبقى مذهبه وعليها كلام عربي كده وشكل عربي. حتى التابلوهات هنبدلها بكليم او موتيفات العربيه وبخط عربي والكلام ده. الواجهه لما نعملها حجر ومشربيه واسم مثلا سي نسميه اربيسك او نسميه حاجه بالعربي. تخيل لو عملت مثلا سلسله مثلا عالميه باسم بالاسم ده، انت متخيل؟
وفي جميع العالم. اكيد اكيد اللي حتى زار مصر، وانت عارف اللي زار مصر قد ايه، كتير جدا، فبيحس بالحنين ومش قادر يجي مصر، فيروح المطعم ده. ولو هو جوه مصر هروح اكل في المطعم ده ليه؟ عشان ده واخد شارب الطراز المصري. فلو عملنا وجه حجر مثلا ورحنا عاملين منها مشربيات والاسم كبير كده، يعني ايه شايف الجمال، شايف الروعه؟ زي ما قلت لكم بلدنا جميله، مش زي اي بلد. امال هي سياحيا من اكبر الدول زيارات السياحيه ليه؟ طيب لو عملنا بدوي في بعض الاماكن، هي موجوده وبالفعل موجوده في شرم والكلام دوت، في سفاري، بحيث ان انت بتطلع رحلات سفاري. طب ليه مثلا مش شرط هناك؟ ما انت ممكن تعمل هنا مثلا في الهرم او في بعض الاماكن القرى اللي موجوده حوالين القاهره مثلا، ويبقى السائح اللي يجي مش شرط يروح هناك الغردقه ولازم يروح، تعمل برضو كذا حاجه زي كده، ويبقى برضو سلسله او كافيهات وتسجلها طبعا لوزاره السياحه عشان تبقى تستقبل بيها ناس من السواح. طب ليه ما نعملش البدوي دوت ويبقى فيه كده زي مشاوي كده للماعز او الكلام ده، المشاريب كده تبقى ابريق شاي كده ومعاك النار قدامك وتعمل الحاجات دي، تبقى في وتد كده موجود في النص وتبدا تعمل زي بالظبط ما بتتعمل، هي بتعمل في رمضانيات، ليه ما نعملهاش ثابته؟ يعني انا اشتقت لرمضان وعايز اقعد في مكان رمضاني شويه، لازم تعمل لي خيمه رمضانيه فقط، ما تعملها خيمه رمضانيه وغير رمضانيه، او على الاقل ممكن تبقى سلاسل موجوده من الكافيهات تعمل جزء منها او ركنه منها للكلام ده، اكيد اكيد هتبقى من ازحم الاماكن. طيب ما نعملش ليه فرعوني؟ طب والله في اوتيلات في امريكا عامله طراز الفرعوني وناجحه، ومش ناجحه وبس، ده انت بتحجز قبل منها، بتحجز رقم للترابيزه وبيفتخروا بيها جدا. انا شفت فيديو صغير كانوا بيفتخروا جدا بالقطن المصري، وكان الطقم الملايه والمفرش السرير والحاجات دي كان معدي الدخل في 40,000 جنيه، كان 2,000 دولار وشويه، ده حقيقي، ده حقيقي من جوه ستور في الولايات المتحده، بيعملوا كده وبيفتخروا جدا بالحضاره المصريه. احنا ليه ما نعملهاش؟ ليه ما نكررهاش؟ ليه ما نعملش مثلا زي السلاسل دي مثلا واخده الطابع ده او الطابع ده، او يا سيدي سلسله واحده تاخد نفس الطابع، يا اما ده الفرعوني او نسميه مثلا ارابيسك، او ده ارابيسك او ده اسمه كده، وده حاجه على اسم فرعوني وده على اسم كذا. صدقوني هتعمل طفره. طيب اخيرا بقى قبل ما نقفل، نصايح المطاعم الشعبيه دي، نصايح اليوم. انت مش معنى انك انت تعمل مطعم شعبي فانت ما تهتمش بيه، انت اولى واحد انك تعمل كده. ايه هي المطاعم دي؟ زي الكشري والفول والفلافل او الطعميه يعني. ما تعمل كده، ما تحسسني ان انا داخل حاجه عثمانيه مثلا، او داخل حاجه امويه، او داخل والقدره الفول كده تبقى حتى لو ديكور كانت موجوده في مطعم في وسط البلد كانت جميله، بس غيروا للاسف الديكور حاليا دلوقتي. كانت معموله على نظام عربي، وتخش تلاقي البوستر كبير قوي، كان ناس قديمه بعمم وعرب من زمان وبياكلوا وقاعدين وبيتعاملوا، ويعني شكل كان في قمه الروعه. لو ليه ما نكررهاش؟ لو انت بتعمل على فكره مش مكلف، انت ممكن تعمل بوستر في المكان او بانر مش غالي وتلزقه وتحطه على الحيط ويبقى واخد طابع جميل كده. فليه ما تهتمش بده؟ مش معنى ان انت يعني بعض السلاسل الموجوده للكشري وطعمها جميل جدا، ولكن مودرن تحس يعني بنفس الاسلوب الفاست فود، بتقعد على نفس الكراسي والوان نفس الالوان، الارضيات نفس الارضيه، فاست فود. طب انت ليه اعتبرت الكشري فاست فود؟ هي اوكي من نفس نوعيات الاكل السريع
ولكن انت ليه ما تعملهاش برضو، ان هو اصلا دي اكله مصريه اصيله، ما تعملها نفس الستايل يعني. فكروا فيها كده، فكروا فيها كده. لو برضو سلسله للمطاعم الفول والطعميه تنزل وتبقى واخده الثيم ده، والخشب من بره عربي وقعدات عربيه جوه، مش هتعمل نجاح. انا ما اشكش لحظه انها تعمل نجاح، ما اشكش لحظه. الوقت جري، هما بيقولوا خلاص الوقت خلص. فارجو اكون انا نفذت الحلقه دي احسن من اللي فاتت، وبعتذر لكم عن الحلقه اللي فاتت بشكل قوي جدا. انا ما كان حاجه خارجه عن ارادتي، وكانت اخطاء فنيه. فيا رب اكون افدتكم. اشكركم والقاكم في حلقات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.